بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله بنستكمل حديثنا عن الـ Finite Element Method، ودايما بنذكركم بالـ Reference اللي هو A First Course in the Finite Element Method. النهاردة إن شاء الله المحاضرة رقم 10، زي ما وعدناكم المحاضرة رقم 10 تكون مراجعة. هنعمل ريفيو المحاضرات اللي فاتت، في اشياء يعني يمكن عدتنا، وفي حاجات كانت محتاجة ان احنا يعني نتكلم عنها شوية، وفي اسئلة كنا سألناها فهنحاول نجاوب عليها، وفي بعض تصحيحات هنحاول نصححها وكده ان شاء الله. يمكن احنا شفنا الشكل اللي قدامنا ده قبل كده، كنا في المحاضرة اللي هي كنا بنتكلم عن الريجيد بادي والريجيد بادي موشن، وقلنا ان اي جسم التوتال ديسبليسمنت لاي جسم بيتحرك هي عباره عن مجموع جزئين، في جزء كونستانت اللي هو كونستانت موشن اللي هو عباره عن الريجيد بادي موشن، يعني الجسم كانه ريجيد بادي بيتحرك كانه جسم ريجيد، يعني ممكن يتنقل ممكن يحصل له روتيشن لكن في النهايه الشكل ما بيتغيرش، وفي جزء بيبقى ريلاتيف. الجزء الريلاتيف هو اللي بيعمل ديفورميشنز، وبالتالي بيحصل بيندنج وكون مومنت كون شير. ويمكن كان في مثال يعني توضيحي، هو عندنا تو مين جيردرز وفي سكندري بيم سبورتد على التو جيردرز، وطبعا في سيمتري، فطبعا السكندري بيم لها وزن، فنص الوزن بيروح للجردر اللي على اليمين ونص الوزن بيروح للجردر اللي على اليسار. بيبدأ الجردر يهبط مسافة سي مثلا قيمتها دلتا واحد، الجردر اللي هو سبورتد على تو كولمز هيهبط من النص، هيحصل ديفليكشن قيمته مثلا دلتا واحد. طبعا في سيمتري، فالجردر التاني اللي هو برضه سبورتد على تو كولمز هيهبط من النص برضو مسافة نفس القيمة طبعا نتيجة السيمتري اللي هي دلتا واحد. يبقى في الوقت ده هو لما الجردر الاولاني يهبط دلتا واحد والجردر التاني يهبط دلتا اتنين، وطبعا السكندري بيم متحمل على التو جردرز، فبيبدأ ينزل معاهم وبينزل بكامل طوله القيمة اللي هي دلتا واحد، فكأن السكندري بيم اتحرك كونستانت ديسبليسمنت اللي هو الجزء المتهشر اللي هو قيمته دلتا واحد. فدلتا واحد الهبوط لو انا بنسبه للسكندري بيم هيبقى كونستانت موشن، حركة ثابتة، وبالتالي كأنه ريجيد بادي، وبالتالي مش هيولد فيه مومنت ولا شير. بعد كده السكندري بيم نفسي نتيجة اللودز اللي عليه هيبدأ يهبط كمان، يحصل له ديفليكشن جديد اللي هو قيمته دلتا 2، لكن دلتا 2 ريلاتيف. لو انت قارنت بداية الكاميرا ونهايتها بالمنتصف هتلاقي ان دلتا 2 ده هو قيمة ريلاتيف، وبالتالي هتعمل ديفورميشنز، وبالتالي حصل بيندنج، حصل انحناء للسكندري بيم. الانحناء اللي حصل في السكندري بيم هو نتيجة او ديو تو الدلتا 2 اللي هو الريلاتيف، مش نتيجة الدلتا واحد، لا دلتا واحد ده كونستانت موشن، وبالتالي مفيش، مش هيعمل انحناء، مش هيعمل مومنت، مش هيعمل شير. يبقى الشير او المومنت او الانحناء نتيجة الجزء اللي هو الايه اللي هو الريلاتيف، انما الجزء الكونستانت ما بيعملش مشاكل بالنسبة لي. لكن في النهاية الدلتا توتال او التوتال ديسبليسمنت هو عبارة عن مجموع جزء اللي هو الكونستانت والجزء الريلاتيف اللي هو في الاخر بنقول عليه الكونستانت موشن اللي هو ريجيد، كأنه ريجيد بادي موشن. وكان طبعا في مثال قلناه برضو تاني، لو عندي في زلزال وبعدين في بيت وحصل حركة لقشرة الأرض، فالبيت بيتحرك، كل البيت بيتحرك نفس المسافة اللي هي دلتا واحد، وبعدين الأرض لما بتستقر نتيجة إن الزلزال بيقف بلاقي إن البوتوم بتاع المنشأ متصل بالأرض فبيقف بيتوقف معاها، لكن الطب بيفضل يتحرك حركة ريلاتيف بالنسبة للبوتوم اللي هي دلتا 2. ففي النهاية التوتال ديسبليسمنت هو عبارة عن مجموع جزء كونستانت اللي هو كأنه ريجيد بادي، والجزء الثاني اللي هو ريلاتيف اللي هو دلتا 2، يبقى الدلتا توتال بتساوي دلتا واحد اللي هو كونستانت زائد دلتا 2 اللي هو ريلاتيف، ودلتا 2 اللي هو الريلاتيف هو اللي بيعمل ايه البيندنج، وهو اللي بيعمل المومنت وبيعمل شير وكده.
ويعني كان في مثال آخر بنقول لو عندنا ستريت بار وعليه يونيفورم لود، وهنتخيل إن هو ماشي في الفراغ فبينزل بيهبط نتيجة الأحمال اللي عليه، بيفضل ماشي ما بيحصلوش أي تغير، بيفضل شكله استريت ويتحرك رأسي لقيمة مثلا سي دلتا واحد. فلو أنت جيت تشوف دلتا واحد هتلاقي دلتا واحد هي قيمة كونستانت بالنسبة للبار إلمنت، وبالتالي مش هتأثر عليه، هيفضل استريت مش هيتولد فيه مومنت ولا شير. لكن أول ما يعترضوا سبورت مثلا زي اوبستراكشن كده، عمود مثلا وقف في سكة البار اليمنت، هيبتدي فيه جزء مش هيتحرك اللي هو الجزء الاوسط، لان في شيء اعترضه في النص فمنعه من الحركة، لكن الاندس ما زالت فري فبتتحرك، فبيحصل الجزء اللي هو دلتا 2 اللي هو الريلاتيف ديسبليسمنت، وبالتالي الديفورميشنز حصلت نتيجة الدلتا 2، انما دلتا 1 قيمة كونستانت، الجسم اتحرك كأنه ريجيد بادي. وفي النهاية بقول ان التوتال ديسبليسمنت هو عبارة عن الجزء الكونستانت اللي هو الريجيد بادي موشن او الكونستانت موشن زائد الجزء الريلاتيف، وقلنا الجزء الريلاتيف هو اللي بيعمل ديفورميشنز، والديفورميشنز في النهاية بيبقى الشكل فيه انحناء وبيتولد مومنت شير وبينفعل نتيجة الريلاتيف ديفورميشنز. الكلام اللي فات دوت احنا هنبدأ يعني ايه نحاول بقى ايه نستفيد بيه، وهناخد امثلة كده يعني الهدف من الامثلة دي ان احنا نوسع مداركنا شوية، وطبعا الكلام ده هيقابلنا لما نبدأ نحل مسائل بالفاينايت اليمنت ونطبق في المعادلة اللي هي الاف بتساوي الكي في الدي. المعادلة دي تحس ان فيها روح كده، فيها حياة، في انتر اكشن، فيها طرفين، فلما بيحصل تغير في اي طرف بيحصل يعني كإعادة ريديستريبيوشن، يعني الديسبليسمنت لو اتغيرت وفي ستيفنس فممكن توزيع اللود يتغير، في تفاعل، في انتر اكشن، وده اللي احنا هنشوفه. طبعا عنوان بيقول وان اند تو واي اكشنز، هو انا كان المفروض ان انا اكتب العنوان وان اند تو واي سلابس، انا هتكلم في الموضوع عن البلاطات اللي هي الوان والتو واي سوليد سلابس، لكن انا هوصل بعد شويه ان انا يعني هقول كان ما ينفعش او ما يصحش ان انا اقول وان اند تو واي سلابس، لا يعني انا هستبدل سلابس باكشنز، لان اللي يهمني في النهايه هو الاكشن بصرف النظر عن شكل البلاطه، هل هي شكلها وان واي يعني شكلها يدي او يتقال عليها وان واي، ولا شكلها يتقال عليها تقول لا، انا اللي يهمني الاكشن البيهيفير في النهايه. فانا هعمل هدي قاعده او يعني هنتعلم حاجه، بس الحاجه دي هنحاول ان احنا ايه يعني دايما تبقى في ذهننا على اساس هتساعدنا في ان احنا نفسر اشياء كتيره جدا هتقابلنا في الفاينايت اليمنت، وهنلاقي في احيان كتيره النتائج بتختلف عن النتائج اللي الواحد كان بيحسبها لما بيشتغل مانوال وكده يعني. فالقاعده دي هتفسر انت بيها دايما لما يحصل خلاف وتلاقي في النتائج اللي انت بتحسبها بالفاينايت اليمنت مختلفه عن النتائج اللي انت بتحسبها بايدك، تحاول تفسر من خلال القاعده. القاعده بتقول ايه؟ بتقول لو انا عندي ستريت بار، ستريت بار اليمنت ستريت كان في البدايه عباره عن ستريت، وبعدين اثرت عليه بمومنت سي بوزيتيف مومنت، اثرت عليه ببوزيتيف مومنت، النتيجه هتكون ايه؟ طبعا السهم بيشير لاسفل، النتيجه هيكون بيندنج، هيحصل انحناء، يحصل انحناء للاليمنت. ليه؟ لان انا اثرت عليه بمومنت، اثرت عليه بمومنت بوزيتيف فيحصل انحناء للاليمنت. طيب يبقى اذا لو انا عندي ستريت بار اثرت عليه بمومنت يبقى النتيجه هينحني. طب بالراجع او بالعكس، لو انا عندي جسم منحني يبقى اكيد عليه ايه؟ يبقى اكيد عليه مومنت، لان اللي هيعمل له انحناء مين؟ اللي يعمل له انحناء المومنت. وطبعا عشان يبقى فيه مومنت لازم يكون فيه لود، فلو انا عندي كانتيليفر والكانتيليفر ده افكسد فري وفي كونسنتريتد لود عند النهايه، فطبعا في مومنت بيتولد. لو انا عند اي مسافه اكس هلاقي في مومنت قيمته بي في اكس، اذا لو انا عندي في لود
اللود هيعمل مومنت، والمومنت هيعمل ايه؟ هيعمل بندنج، هيعمل بندنج، وبالتالي هتولد مومنت، وهتولد ايه؟ وهتولد شير. طبعا المومنت ممكن يكون بوزيتيف بيعمل تنشن تحت وكمبريشن فوق، وطبعا شكل التقوس او الكيرفيتشر زي ما احنا شايفين. ممكن المومنت يبقى نيجاتيف فيعمل تنشن فوق وكمبريشن تحت، وبرضه شكل التقوس هيبقى معكوس عن شكل البوزيتيف. لكن في النهايه اللي انا يعني محتاج ان احنا نكون متذكرينه كويس ويكون واضح بالنسبه لنا، ان انا لو عندي ستريت بار لو اثرت عليه بمومنت هيحصل له ايه؟ بيندنج، يحصل له انحناء. والعكس لو عندي جسم منحني اذا هو عليه مومنت، وفي النهايه طالما عليه مومنت يبقى اكيد عليه اكيد وصله لود، لان مين اللي هيعمل المومنت؟ اكيد هيبقى فيه لود هيسبب المومنت. نبتدي بقى نطبق على القاعدة اللي فاتت، ناخد أمثلة ونحاول إن احنا نطبق الكلام على المثال، لأن المثال هيوضح القاعدة وكده. هفترض إن أنا عندي مسألة بسيطة عبارة عن بلاطة سوليد سلاب، بس في تو بيمز اوبوزيت بيمز، يعني الكاميرات في ناحيتين بس، وفي الناحيتين التانيين فري، ما فيش فيهم ايه كاميرات. لكن انا هفترض فرض برضو، الفرض بيقول ايه؟ ان البيم بي واحد لها دبس فيري بيج، دبس كبير جدا، يعني ضخم جدا، يعني معناها السيفنس بتاعته عالية جدا. يعني انا عاوز يعني نبتدي نقول كأن التو بيمز دول عبارة عن ار سي وولز، كأنهم حيطان، يعني زي ما هو واضح في الرسم كده. هتخيل ان الكاميرا هي عبارة عن حيطة، ان الاستفنس بتاعتها عالية جدا كأنها ار سي وول، الاستفنس بتاعتها بلا نهاية، وبالتالي مش هيحصل في الكاميرا اي ديفورميشنز، الكاميرا هتفضل افقيه وتفضل في ايه؟ في مكانها. ده شرط، لان بعد شويه هناخد امثله تانية هيكون الكاميرات بدات تبقى ضعيفه شويه، فهيحصل ايه؟ هنشوف ايه الفرق. لكن في المساله الاولانيه هنفترض دايما ان التو بيمز دول لهم فيري بيج ديبس، وبالتالي الاستيفنس عالي جدا، يعني هنقول في الاخر كده ان الكاميرات بي واحد لا تهبط، مش هيحصل لها ايه؟ مش هيحصل لها مش هيحصل لها هبوط. طيب انا هبدا ايه؟ اشوف شكل الديفورميشنز. اتخيل ان البلاطه ديت عليها حمل يونيفورم، ايا كان الحمل، 1 طن 2 طن، اي حمل، افترض ان البلاطه عليها يونيفورم لود. وبعدين انا هطلب منك، وطبعا هي البلاطه بصرف النظر عن المقاسات، يعني زي مثلا انا عامل عرض البلاطه ال والطول 2 ال، حتى لو هي ال في ال، من الشكل بتاعها الاول وهله انت هتقول ان البلاطه ديت وان واي سلاب، لان ما فيش غير كاميرتين والناحيتين التانيين ما فيش فيهم كاميرات، فبالتالي الحمل هيروح في اتجاه الكاميرات، يعني مش عاوز اقول الاتجاه القصير، لا هيروح في اتجاه الكاميرات، لان ايه؟ ما فيش كاميرات في الاتجاه ايه؟ التاني. فانا هفترض ان في هاخد خط اي اي، خط راسي، وخط تاني افقي بي بي، وانا عاوز ارسم الديفورم شيب بعد التاثير بالحمل في اتجاه اكس، اتجاه الافقي اللي هو بي بي. فلو حاولنا ان احنا نرسم الديفورم شيب في اتجاه الخط ايه ايه ايه، طب احنا مفترضين ان الكاميرتين اللي هي بي 1 وبي 1 ان هما فيري بيج ديبس، يعني ستيفنس عالي جدا، يعني ما فيش، هيفضلهم في مكانهم مش هيتحركهم، لان هما كانهم حوائط، كانهم حوائط. فلو انا خدت مثلا نقطه ايه؟ تقابل البلاطه مع الكاميرا، طبعا احنا قلنا الكاميرا فيري بيج ديبس، يعني ستيفنس عالي جدا، يعني مفيش ديفورميشنز، يعني النقطه اللي هي التقاطع لو افترضناها ايه، فهلاقي ايه؟ هي ايه داش، يبقى النقطه البلاطه مش هتتحرك عند الكاميرا، لان الكاميرا ستيف فيري ستيف، فبالتالي مفيش حركه، فايه هتبقى ايه؟ ايه داش. ونفس القصه الناحيه الثانيه هلاقي ايه؟ هي ايه؟ ايه داش، لكن في المنتصف في وسط البلاطه، البلاطه فري ان هي تتحرك في الاتجاه الراسي، فهلاقي البلاطه هتنزل مسافة رأسية وليكن مقدارها ايه؟ مقدارها سي مثلا دلتا، وبالتالي يبقى عندي ايه؟ كيرف، يبقى عندي كيرف اللي هو بيمثل شكل الديفورميشنز في الاتجاه الرأسي اللي هو الاتجاه ايه ايه. لكن لو انت بصيت للاتجاه بي بي هتلاقي ان نقطة بي هتتحرك لأسفل،
نفس المسافة اللي هي دلتا، فنقطة بي هتوصل إلى بي داش، ولو مشيت على الخط بي بي ووصلت للنهاية تلاقي كل النقط هتنزل بنفس القيمة، بي هتنزل إلى بي داش، وهتفضل المسافة هي نفسها إيه؟ المسافة دلتا. فأنت في النهاية هتلاقي إيه؟ هتلاحظ إيه؟ هتلاحظ كأن الديفورمد شيب هو جزء من أسطوانة، هو جزء من أسطوانة، وفي راسم للأسطوانة، اللي هو الراسم بتاع الأسطوانة كأنه الخط بتاع الكاميرا، والخط بتاع الكاميرا، وهنلاقي الخط بي بي اللي هو كان ستريت لاين قبل التأثير بالحمل، نزل مسافة ثابتة من البداية للنهاية مقدارها دلتا، وفضل برضو ايه بي داش بي داش، هو عبارة عن ستريت لاين. يبقى ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الخط ايه اللي كان في النهاية دوتد لاين وكان افقي، حصل له انحناء من المنتصف، فبقى كيرف ايه داش ايه ايه داش ايه داش. وطبعا الخط بي بي اللي هو كان ستريت لاين من البداية للنهاية قبل التأثير بالحمل، كله اتحرك بقيمة ثابتة اللي هي دلتا، اللي هي كونستانت موشن، وبالتالي فضل ايه ستريت لاين. احنا قلنا من شوية ان انا لو عندي خط او بار اليمنت ستريت اثرت عليه بمومنت هينحني، والعكس لو عندي بار منحني يبقى اكيد عليه مومنت، يبقى اكيد في لود. طيب يبقى الخط ايه هو اللي انحنى، وانحنى قيمة ريلاتيف. اذا انت قارنت البداية بالمنتصف هتلاقي في دلتا اللي هي ريلاتيف، يبقى الخط ايه ايه او الاتجاه ايه ايه حصل فيه انحناء، يبقى بالتالي هيبقى في مومنت، لان ايه اللي هيعمل انحناء للاليمنت؟ يبقى في مومنت، وبالتالي يبقى في لود، يبقى في لود، يبقى الدايركشن اللي هو ايه ايه هينحني، يبقى في مومنت، يبقى في لود. لكن الدايركشن بي بي هتلاقي الخط المستقيم ستريت لاين اللي هو البي بي اتحرك ونزل مسافة، لكن مازال ستريت لاين اللي هو بي داش بي داش، يبقى ما تغيرش الشكل، الشكل مازال ستريت. يبقى اذا هو الحركة بتاعته كونستانت، كأنه ريجيد بادي، كأنه ريجيد بادي. وفي الحالة ده هي مش هيتولد عليه مومنت، لأن لو كانت اتولد عليه مومنت كان هينحني، وهو مازال ستريت، يبقى بالتالي مفيش مومنت، وبالتالي مفيش لود. يبقى أنا أقدر أقول إن الأكشن هنا هو وان واي أكشن، الحمل كله راح في الاتجاه اللي هو اللي هنا في المسألة، اللي هو الاتجاه القصير اللي هو ناحية الكمرتين، لأن الوان واي أكشن عشان يتحقق وعشان يبقى بيور وان واي اكشن لازم الديفورمد شيب يبقى كانه جزء من اسطوانه، جزء من اسطوانه، تلاقي في ناحيه فيها تقوس والناحيه التانيه ما حصلش فيها تقوس، الخط الستريت مازال ستريت، وبالتالي كل اللي حصل في المساله بنقول عليه سنجل كيرفيتشر، يعني حصل تقوس في اتجاه واحد اللي هو اتجاه الاي اي، اما اتجاه البي بي ما حصلش فيه تقوس، كل اللي حصل حصل كونستانت موشن اللي هي قيمتها ايه دلتا، وبالتالي المومنت هنا هيبقى في اتجاه واحد، وبالتالي اللود هيبقى في اتجاه واحد، وبالتالي اقدر اقول على المساله ديت ان هي عباره عن وان واي اكشن. نحاول يعني نشوف شكل المومنت، نكمل المسألة، هي دي نفس المسألة اللي فاتت. احنا لما اخدنا الاتجاه ايه ايه وقلنا انه هيحصل deformation لان نقطة ايه مش هتتحرك، لان هي supported على كاميرا، والكاميرا دي very big، يعني مش هيحصل لها deformations، زي ما بيقولوا مثلا non sinking beam، بيم مش هيحصل لها هبوط. ليه؟ لان الريجيديتي بتاعتها عاليه جدا، لان احنا فرضينها كانها حيطه، يعني كانها رينفورسد كونكريت وول، فبالتالي ايه هي ايه داش وايه هي ايه داش، وبالتالي يحصل ديفورميشنز في المنتصف ريلاتيف قيمتها دلتا، وبالتالي حصل انحناء، وبالتالي يبقى في مومنت، وطبعا المومنت هيطلع دبليو في ال تربيع على 8، وطالما في مومنت نتيجه ان حصل انحناء يبقى اكيد في لود هيتحرك في الاتجاه ايه ايه. انما لو وصينا للاتجاه الطويل اللي هو البي بي هلاقي نقطه بي نزلت لبي داش، ونقطه بي نزلت لبي داش، كل النقط بتاعت الخط بي بي اتحركت بنفس القيمه الكونستانت اللي هي قيمتها دلتا، وبالتالي حصل كونستانت موشن كانه ريجيد بودي، وبالتالي الستريت لاين مازال ستريت لاين، وبالتالي مفيش مومنت، لان لو كان في مومنت كان حصل انحناء، ما حصلش انحناء، فضل الخط خط، يبقى بالتالي مفيش مومنت، ويبقى بالتالي مفيش لود. يبقى اقدر اقول ان المساله دهيت عباره عن بيور وان واي اكشن، اكشن
في اتجاه وحيد، والديفورميشنز حصل في اتجاه واحد، وبالتالي الانحناء حصل في اتجاه واحد، وبالتالي مومنت في اتجاه واحد، والاتجاه التاني مفيش فيه لود، مفيش فيه مومنت، مفيش فيه انحناء. نحاول بقى ايه نكبر المسألة شوية عشان يعني نصعبها شوية عشان نشوف حاجة اكتر. يعني هي نفس المسألة اللي فاتت، بس انا غيرت الابعاد، خليت العرض الصغير هو L والعرض الكبير هو 10L، يعني على اساس تبقى ايه لو انا بقى بقيس بالمقاييس بتاعت التو واي، انا كبرت قوي على اساس تبقى المسافة كبيرة، يعني كأن واحد بيقول لنفسه ايه هي ايه وان واي سلاب من بدري، يعني من الشكل الطول على العرض اكبر بكتير من اتنين، فبالتالي هنقدر نقول ايه ان هي وان واي ايه وان واي سلاب. انا ايضا هنا هفترض ان الكاميرات الاربع كاميرات هفترضهم ايه فيري بيج ديبس، وبالتالي هفترضهم كانهم حوائط، يعني ايه مش يحصل لهم اي ديفورميشنز، هيفضلهم في مكانهم. فلو انا اخدت قطاع في الاتجاه اللي هو اتجاه ال الاتجاه الرأسي وجيت ارسم الديفورمد شيب، هلاقي ايه، هلاقي طبعا النقطة اللي عند الكاميرا مش هتتحرك، والنقطة التانية اللي تحت مش هتتحرك، لكن في المنتصف هيحصل حركة، وبالتالي هلاقي فيه ديفورمد شيب، وهلاقي الديفليكشن في النص قيمته ايه دلتا، لان البداية ثابتة والنهاية ثابتة، وثابتين ليه؟ لان في حاجة منعاهم من الحركة، كأن في سبورت اللي هو البي واحد والبي واحد، وبالتالي حصل ريلاتيف ديسبليسمنت في الاتجاه القصير قيمته دلتا، وبالتالي هيتولد مومنت برضو اللي هو دبليو في ال تربيع على 8. ده في الاتجاه القصير. ونيجي بقى نشوف ايه، نشوف الايه الاتجاه الايه الطويل، لان المشكله هتحصل هنا في الاتجاه الطويل اللي هو قيمته 10 ال. وطبعا انا عشان يمكن واحد برضو يعترض على 10 ال، لا افترض ان ال 10 ديت 1000 ال او 10000 ال، افترض ان دي بلاطه طولها كيلو متر مثلا، حاجه ضخمه جدا. فلو انا تخيلت ان ان الكاميرا اللي على في البدايه على اليمين القصيره والكاميرا اللي على الشمال مش موجودين، فهيحصل ايه؟ هلاقي البلاطة هتشتغل زي البلاطة اللي فاتت، وهلاقي الجزء المتهشر دوت هينزل برضو كأنه ريجيد ايه بادي، هلاقي الخط المستقيم هينزل برضو بنفس القيمة اللي هي ايه اللي هي دلتا، وبالتالي الجزء المتهشر الستريت لاين هينزل ستريت لاين، بالتالي ما حصلش بندنج، يبقى ما فيش مومنت، يبقى ما فيش لود. طيب لكن في الجزء اللي هو بعد الجزء المتهشر في اليمين او في الشمال في سبورت اللي هو البي 1، واحنا قلنا البي 1 ديت فيري بيج ديبس، يعني معناها كانها حيطه، فبالتالي يبقى في هنا منطقه انتقال، في منطقه تحول من الجزء المتهشر لغايه البيم اللي على اليمين او البيم اللي على الشمال. فلو انا قلت الديسبليسمنت في نهايه الجزء المتهشر قيمته دلتا، يبقى لازم الديسبليسمنت تكون عند الكاميرا بزيرو، ونفس الكلام في الناحيه اليمين، لو الديسبليسمنت في نهايه الجزء المتهشر قيمتها دلتا، يبقى الديسبليسمنت فوق السبورت هيبقى ايه قيمتها زيرو، يبقى لازم يكون هنا يتولد فيه كيرف ينقل من الصفر الى قيمه مين، الى قيمه الدلتا، وهنا برضو يبقى فيه كيرف ينقل من الصفر الى قيمه ايه الدلتا. فلو انا بصيت في شكل الديفورميشنز، لا في جزء كونستانت اللي هو المتهشر اللي هو قيمته مثلا هنسميها ال داش او طوله ال داش، اللي هو عباره عن الطول الكلي 10 ال، مطروح منه الجزئين اللي هم على اليمين وعلى اليسار اللي هو اكس واكس، مطروح منه ايه الاثنين اكس. طيب يبقى الجزء المتهشر ده كان ستريت لاين بعد التاثير بالاحمال وبعد الديفورميشن ما زال ستريت لاين، يبقى حصل له كونستانت موشن، يبقى بالتالي ما فيش عليه مومنت، وبالتالي المومنت عليه هيبقى بايه، هيبقى بزيرو، يبقى المومنت على الطول اللي هو ال داش هيبقى بايه، يبقى بزيرو، لكن الجزء اللي هو طوله اكس حصل ايه انحناء، لان هيحصل تحول من دلتا الى صفر، فبالتالي في قوس، القوس الانحناء بتاعه في حركة ريلاتيف وفي بيندنج، حصل انحناء، يبقى طالما في انحناء يبقى في مومنت. وطبعا المومنت دوت التقوس ده لو تفتكر شكل التقوس اللي بيعمل ايه، اللي بيعمل البوزيتيف مومنت، وبالتالي في المنطقة اكس هيتولد شوية بوزيتيف مومنت صغيرين، شوية بوزيتيف مومنت صغيرين ليه؟ نتيجة الانحناء، لان احنا قلنا لما بيحصل انحناء يبقى في مومنت، وبالتالي في المنطقة اكس هيبقى في شوية مومنت بوزيتيف، وبوزيتيف ليه؟ لان الكيرفيتشر
زي الكيرفيتشر او شبه الكيرفيتشر اللي هو بتاع الايه البوزيتيف مومنت، وبالتالي تولد شويه بوزيتيف مومنت، وبعد كده المومنت بيموت بيتلاشى ويفضل زيرو في المنطقه اللي داش، وبعدين يتولد شويه تانيين بوزيتيف برضو عند الكيرف اللي هو على اليمين اللي هو اللي حصل فيه انحناء، يبقى فيه مومنت بوزيتيف، يبقى فيه جزء من اللود. يبقى هنا الوان واي اكشن مش موجود على كل المساله، رغم ان انت لو انت بتتبع الكود وقست يعني جبت النسبه اللي هي الطول على العرض هتلاقيها معديه الاثنين بكتير، فانت هتقول المساله دي وان واي. هي وان واي او الوان واي اكشن موجود بس في المنطقه المتهشره فقط، لكن بعد المنطقه المتهشره اصبح فيه هنا يعني المنطقه المتهشره اللي هي طولها ال داش هتبقى فعلا عباره عن جزء من اسطوانه، عباره عن جزء من اسطوانه، وهتلاقيها فعلا في كيرفيتشر وحيد اللي هو سنجل كيرفيتشر في اتجاه واحد، والاتجاه الثاني الخط هيفضل خط. فالمنطقه المتهشره هي عباره عن منطقه فيها وان واي اكشن، وبالتالي فيها سنجل كيرفيتشر، لكن المنطقه اكس يمين وشمال هتلاقي فيها فيها ايه انحناءين، في انحناء في اتجاه الطول اللي هو في المسافه اكس، وفي انحناء في الاتجاه الثاني اللي هو الكيرفيتشر، بس طبعا القيمه مش هتبقى دلتا، القيمه هتقعد بقى تتغير من دلتا اللي هي في نهايه الخط المتهشر لغايه ما توصل للصفر فين عند ايه السبورت عند البيم. يبقى المنطقه اللي هي اكس هيبقى فيها اتنين كيرفيتشر، وبالتالي بنقول عليه ايه دبل كيرفيتشر، وبالتالي فيها اتنين مومنت، فيها اتنين مومنت، في مومنت اللي هو الصغير البوزيتيف اللي بيموت، وفي مومنت هيبقى موجود في الاتجاه الثاني بس طبعا قيمته ايه هتتغير شويه. يبقى اقدر اقول ان المساله ديت ما هياش بيور وان واي، لا هي معظمها وان واي اكشن، وفي جزء اللي هو اكس، واكس هيبقى فيه ايه تو واي، تو واي اكشن. نشوف مسألة تانية. يعني احنا بنحاول يعني ايه نوضح القاعدة اللي احنا قلناها في البداية، ان انا لو عندي ستريت بار وحصل له انحناء يبقى عليه مومنت، او لو هو عليه مومنت هيحصل له انحناء، طيب لو ما حصلوش انحناء والستريت بار فضل ستريت بار يبقى مفيش ايه مفيش مومنت. لو انا بصيت على المسألة، المسألة دي شبيهة باللي فاتت، بس انا خليت ايه حطيت بيم في ناحية واحدة والناحية التانية فري، وافترضت اي اطوال سي مثلا الطول 5 والعرض ايه. طبعا لو انا حاولت ارسم الديفورم شيب في الاتجاه القصير فلاقيه هيبقى عباره عن كيرف، لان البيمز فيري بيج وبالتالي الاستيفنس بتاعت عاليه وكانها يعني مش هيحصل لها ديفورميشنز، فبالتالي كان في سبورت وسبورت ويحصل ديفورميشنز سي في النص ايه دلتا، لكن الديفورميشنز اللي في النص اللي قيمتها دلتا مش هتحصل على كامل الطول، لا هتحصل على الطول اللي هو المتهشر. وبعدين هاجي في النهاية ألاقي طبعا السبورت اللي هو البيم القصير اللي ارتفاعه أو طوله ايه هيبقى عنده الحركة بصفر، فلازم يحصل تحول في المنطقة اللي هي من الجزء المتهشر لنهاية الكاميرا، هيبقى فيه كيرف صغير، وبالتالي لو أنا برسم المومنت في الاتجاه الطويل هلاقيه بصفر ما عدا عند النهاية في المسافة اللي هي لو سميناها اكس زي المسألة اللي فاتت، هيبقى الكيرفيتشر بيعمل بوزيتيف مومنت، وبعدين البوزيتيف مومنت ده هيموت ويفضل بزيرو على كامل ايه طول الكاميرا. يبقى الكاميرا او البلاطه وان واي بس ما عدا الايه النهايه او الجزء القريب من الكاميرا القصيره، وبالتالي الجزء الصغير ده اللي في النهايه حصل فيه تقوسين، تقوس في الاتجاه الطويل وتقوس في الاتجاه القصير، يبقى بالتالي حصل فيه دبل كيرفيتشر. وطبعا يمكن الرسم اللي على اليمين بيوضح شكل الدبل كيرفيتشر، ان يبقى فيه تقوس في اتجاه مثلا الطول وفي تقوس تاني في اتجاه ايه العرض، ففي دبل كيرفيتشر. طالما في دبل كيرفيتشر يبقى في انحناءين، انحناء في اتجاه الطول وانحناء في اتجاه العرض، وبالتالي طالما في انحناءين يبقى في عزمين، عزم في اتجاه الطول وعزم في اتجاه العرض، وطالما في عزمين يبقى اللود جزء منه هيمشي في اتجاه الطول وجزء هيمشي في اتجاه العرض، يبقى الحته الصغيره اللي في النهايه هي عباره عن تو واي اكشن، لكن معظم المساله هو عباره عن وان واي اكشن. اخر او المساله اللي بعديها يمكن مسألة فيها استمرارية شوية، فيها continuity، عبارة عن بلاطة supported على 4 كاميرات، وطبعا احنا حاطين الابعاد بتاعة البلاطة بحيث طبعا الواحد بالمقاييس اللي احنا متعودين بيها في الكودز وكده ان احنا نقول عليها one way one way slab، وطبعا الكانتليفر خارج بره وطول الكانتليفر ايه. انا لو بحل المسألة دي مانوال وباستخدام الكودز بلاقي لو انا خدت الشريحة
الافقيه، هلاقي الكنتيليفر هو عباره عن وان واي سلاب في اتجاه ايه الافقي، يعني بيودي اللود بتاعه للكاميرا اللي هي الرئيسيه بي 1. لكن لو بصيت للبلاطه اللي هي الطويله هتلاقيها وان واي في الاتجاه الثاني، في الاتجاه العكسي، وان واي في الاتجاه الايه الرئيسي. طيب انا هاخد الشريحه الافقيه اللي هي، وهسيب لكم بقى انتوا تفكروا في الشريحه الايه، في الشريحه الرئيسيه سواء داخل البلاطه او الشريحه الرئيسيه داخل الايه الكانتليفر. انا هاخد الشريحه الافقيه اللي هي ايه واحد ايه واحد، وطبعا انا فارض ان الكاميرات فيري بيج، وبالتالي هفترضها كانها حوائط ايه، مفيش ديفورميشنز يعني مش هيحصل لها هبوط يعني. فلو انا خدت الشريحه الافقيه واحد واحد هلاقي طبعا الكانتليفر عند الفري اند هيهبط مسافه سي اي مسافه، وطبعا عند البي 1 هيبقى مفيش حركه، الحركه قيمتها صفر يمكن، بس معلش الرسم مفيش حركه طبعا، هتبقى بزيرو عند البي 1. وبعدين الاقي بقى معظم الايه، معظم البلاطه شغال وان واي، ففي جزء كبير من البلاطه هينزل كانه ايه هيحصل له كونستانت موشن اللي هو الجزء المتهشر، لكن في النهايه طبعا في كاميرا ففي سبورت فيمنع الحركه، فيبقى في ايه تحول من الجزء اللي هو الدلتا اللي هي الكونستانت هتوصل للصفر، ففي قوس. وطبعا هنا نفس القصه، انا الجزء المتهشر بعديه على يمينه في كاميرا، فلو انا نزلت مسافه قيمتها ثابته بتساوي دلتا، لا المفروض القيمه دي تبدا توصل للصفر فين؟ عند ايه الكاميرا. فبيحصل ايه؟ بيحصل تقوس ايه في البلاطه في الكانتليفر، وفي جزء على شمال الكاميرا اللي هو امتداد الكانتليفر، وبعد كده الديفورميشنز تمشي كونستانت، وبعد كده نتيجه وجود كاميرا على الشمال تبدا الديفورميشنز مره تانية ايه توصل ايه للصفر. طبعا ممكن واحد يعترض، لو هو معترض هقول له خلي الخمسه ايه، خليها ب 500 ايه او ب 5000 ايه، يعني مسافه كبيره جدا. في النهايه انا لو بصيت لشكل الديفورميشنز هبدا اعرف ارسم البندنج مون دايجرام، الجزء اللي فيه كونستانت موشن اللي كان الستريت لاين مازال ستريت لاين هيبقى المومنت فيه بزيرو، والجزء اللي فيه تقوس بيعمل عزم موجب هيعمل بوزيتيف مومنت على الشمال تحت وبعدين يموت ويتلاشى، والجزء اللي على اليمين هتلاقي التقوس بيعمل عزم ايه، عزم نيجاتيف، فهلاقي فعلا في نيجاتيف مومنت ويبدا المومنت بعد كده يموت. وطبعا ما يصحش ان انا اجيب النيجاتيف مومنت اقول ان الكانتليفر ده محدد، فاجيب المومنت ده بيفقل تربيع على 2 ووصله بخط دوت كده بالصفر في النهايه واقول ده المومنت او ده البندنج مومنت دايجرام، لا ما ينفعش، لان اصلا البلاطه في الاتجاه الطويل في الغالب في الجزء المتهشر ما فيش عليها لود، وبالتالي ما فيش مومنت، وبالتالي مش هيحصل انحناء، وبالتالي ما فيش مومنت. فطبعا الخط الدوتد الازرق ده الخفيف ده خطأ، المفروض ان فيه نيجاتيف مومنت وهيبدأ يموت بعد شوية، ويبقى المومنت بصفر في المنطقة اللي ما حصلش فيها ديفورميشنز، اللي الخط المستقيم ما زال خط مستقيم لان حصل له كونستانت موشن كأنه ريجيد بادي، واحنا قلنا الكونستانت موشن ما بيسببش انفعالات، ما بيعملش اجهادات، ما بيعملش مومنت، ما بيعملش ايه، ما بيعملش شير. هناخد بقى مسألة تانية، يمكن المسألة غيرنا بقى فيها، يمكن دي شبه أول مسألة، غيرنا حاجة بس، خلينا إن الكاميرا بي 1 وبي 1 خليناها الكاميرا زي بيقولوا عليها سلندر أو شالو بيم، يعني شالو ديبس، خلينا صغرنا الديبس، خلينا الديبس إيه صغير، يعني صغر الديبس بحيث يحصل لها ديفورميشنز، يحصل لها ديفليكشن. وطبعا لو احنا قلنا العرض إيه والطول 10 إيه، يعني افترض مثلا العرض 2 متر يبقى الطول 20 متر، فلو عندي مثلا كاميرا السبان بتاعها 20 متر والديبس بتاعها مثلا صغير، فأكيد أكيد هيحصل لها ايه، هيحصل لها deformations. المسألة اللي قدامنا ديت شبيهة بالتو مين جيردرز، لو تفتكرهم في اول المحاضرة قلنا في تو مين جيردرز، الجيردر سبورتد على تو كولمز، فتخيل الكاميرا اللي هي بي 1 برضه هي المين جيردر سبورتد على عمودين، والكاميرا اللي قبلها اللي تحت برضه، وهنتخيل ان البلاطة اللي هي السلاب اللي عرضها ايه هي عبارة عن السكندري بيم، كأن انا حاطط كده ايه جبت مجموعة من العروق
ورصتها جنب بعضيها كده، كونت الايه البلاطه زي مشايه كده، زي كوبري واحد عاوز يعدي من مكان لمكان، فعمل تو بيمز وجه على الاتجاه العرضي وحط ايه عروق، مجموعه من العروق او الالواح الخشبيه كونت في الاخر البلاطه. فالمسالتين فيهم شكل، فيهم شبه يعني. فاحنا قلنا هنا طبعا في المساله بتاع التو جيردرز والسكندري بيم، ان الكمرتين نتيجه الاحمال بتاعه الكمره السكندري هيهبطهم وفي تماثل، وتقوم السكندري بيم تنزل كلها بنفس القيمه في البدايه، اللي هي القيمه اللي هي المتهشره، اللي هي القيمه الكونستانت، اللي هي مش هتعمل انفعال في الكمره الثانويه، لكن بعد كده تبدا الكمره الثانويه نتيجه ان هي ممسوكه في البدايه وفي النهايه وحره في النص، فتهبط من النص قيمه دلتا 2 اللي هي الريلاتيف، اللي هي هتسبب لها ايه مومنت وشير. ليه؟ لان حصل لها ايه انحناء، اما الجزء المتهشر فده كونستانت مش هيعمل انحناء، وبالتالي مفيش مومنت. تعال نشوف المساله دي يحصل لها ايه في الاتجاه، في الاتجاهين، الاتجاه الافقي وفي الاتجاه الراس. وهل المساله دي وان واي؟ يعني لو احنا بالمنطق بتاعنا، لو انا بقيس بالاطوال يبقى 10 ايه على ايه، يبقى 10 يعني اكبر من 2 بكتير، يبقى وان واي. وانا بقيس بالشكل مفيش الا كمرتين بس في الاتجاهين، والاتجاهين التانيين بدون كمرات، يبقى هي وان واي اسلاب بكل المقاييس. لا، مش الطريقه ما بتتحسبش كده. نشوف ايه المشكله. طيب لو انا قلت ان هي وان واي وخدت القرار وبدات احل المساله بقى مانوال كده، فباجي اقسم ايه، نص البلاطه بيروح للكاميرا اللي فوق ونص البلاطه بيروح للكاميرا اللي تحت، فكل كاميرا هتشيل نص العرض، فهتشيل ايه على 2، هتشيل اللود اللي موجود في الاريا اللي ارتفاعها ايه على 2. فانا خدت الكاميرا اللي سبانها 10 ايه وحطيت عليها يونيفورم لود، وبعدين سبورتد على 2 كولمز، فنتيجه الاحمال والاسبان الكبير والدبس الصغير حصل لها ايه، حصل ديفورميشنز، حصل ديفورميشنز في الاتجاه الطويل. خلي بالك، حصل هنا انحناء في الاتجاه الطويل، وانا طبعا عندي الاتجاه القصير هيحصل فيه انحناء برضه، لان ايه البلاطه عامله زي السكندري بيم، هتنزل ما لما الكمرتين الكبار يهبطهم البلاطه هتهبط معاهم، وترجع البلاطه كمان يحصل لها انحناء زياده اللي هو الريلاتيف. اذا البلاطه اللي قدامي هيحصل فيها ايه، كم انحناء؟ هيحصل انحناء في الاتجاه الطويل بسبب انحناء الكمرات اللي هي شايله، وبعد كده هيحصل انحناء في الاتجاه الصغير للبلاطه، يبقى عندي 2 انحناء، عندي دبل كيرفيتشر في الاتجاه الطويل وفي الاتجاه القصير، يبقى في كذا انحناء، في انحناء في الاتجاه الطويل وانحناء في الاتجاه القصير، يبقى في 2 مومنت، مومنت في الاتجاه الطويل ومومنت في الاتجاه القصير، ويبقى بالتالي اللود هيتحرك في اتجاهين مش هيتحرك في اتجاه واحد. يبقى البلاطه ديت ما هياش ايه، مش وان واي، مش وان واي سلاب، لا ده هي تو واي، تو واي سلاب، رغم ان شكلها وابعادها بتقول ان هي ايه، ان هي وان واي. يبقى انت نسيت حاجه، حاجه مهمه جدا، هي الابعاد بتاعت البيم بي 1، وبالتالي الستيفنس بتاعت البيم بي 1، لان مش اي كاميرا باي، احنا كنا في المسائل اللي فاتت بنفترض ايه، فيري بيج ديبس يبقى فيري بيج ستيفنس، يبقى كانه ريجيد، كان ما فيش ديفورميشنز، كانها كاميرا لا تهبط، وبيقولوا عليها نون سينكينج بيم، ما بيحصلش هبوط للكاميرا، لكن هنا لا، الوضع مختلف، فهيحصل هبوط، وبالتالي حصل دبل كيرفيتشر، تقوس في الاتجاه الطويل وتقوس في الاتجاه القصير، يبقى حصل 2 انحناء، يبقى في 2 مومنت، يبقى في اللود بيتنقل في اتجاهين، يبقى المساله ديت ايه، المساله ديت تو واي. طيب لو انا قعدت بقى اصغر كمان قطاع الكاميرا بي 1، اصغر 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 لغايه لما الكاميرا بي 1 تلاشت، ما عادتش موجوده، ما عادتش موجوده، فيحصل ايه؟ الاقي ان الحمل يروح في الاتجاه الثاني اللي هو الاتجاه الطويل، لان لو انا بصيت على الاتجاه القصير هتلاقي المسافه ما بين الاعمده صغيره، فتحس كده المنطقه اللي ما بين العمودين الريجيديتي فيها عاليه، كانها يعني كانها بيم، بسبب ان في عمود قريب من عمود والمسافه صغيره، فالعمودين عاملين ستيفنس وريجيديتي في المنطقه ديت، كان الاتنين مع بعض كده مكونين كاميرا في الاتجاه القصير، والكاميرا اللي في الاتجاه الطويل راحت، فالحمل هيروح فين؟ هيروح في الاتجاه الايه؟ الطويل، بعد ما كان المفروض انا متوقع ان هي وان واي في الاتجاه القصير، ولو حصل كسر يحصل في الاتجاه الطويل، لا ده هي دلوقتي بقت وان واي في الاتجاه الطويل، ولو حصل كسر يحصل في الايه، في الاتجاه ايه القصير. اذا هنا مهم جدا البيم اللي شايل ده ابعاده ايه، لان لو الابعاد كبرت وبقت بما لا نهايه يبقى ديت هتبقى وان واي
في الاتجاه القصير، ولو الكاميرا بدأت تتلاشى لغاية ما عادش فيه كاميرا نو بيمز، المسألة هتتحول لوان واي في الاتجاه المعاكس، الاتجاه المخالف. فتيك كير، مش اي بقى كاميرا ومش اي ديبس اقدر اقول ان خلاص البلاطة وان واي، لا لا، لازم اخلي بالي من الابعاد. ده بقى بيجرنا لايه؟ لان الفاينايت اليمنت هي علاقه بتقول اف بتساوي كيف دلتا، ان في تفاعل، في انتر اكشن. اذا توزيع الاحمال زي ما احنا شايفين هنا بيعتمد هل في كاميرات ولا لا. نو بيمز يبقى هيمشي في اتجاه الطويل، طب في كاميرات طيب يبقى هيمشي في اتجاه الطويل والقصير، لغايه ما الكاميرا تبقى فيري فيري بيج، فيري ريجيد، ممكن الحمل يمشي في اتجاه القصير بس. اذا هنا على حسب الديفورميشنز اللود بيتغير، بيحصل ريديستريبيوشن لللودز طبقا للديفورميشنز. ده بيدخلنا بقى في ايه، في جزئيه مهمه جدا. الكلام ده هنلاحظه دايما واحنا شغالين بقى بنحل مسائل بالفاينات اليمنت وبنقارنها بالحلول اللي احنا بنحلها مانيوال وكده. فدايما خلي بالك ان العلاقه اف بتساوي كي في دي، في انتر اكشن، في ديسبيسمنت في ناحيه، يعني في ديفورميشنز، وفي لودز في ناحيه بتتوزع، وفي ستيفنس، ففي تفاعل، في حياه، في روح. وبالتالي في الكود الامريكي لما بيجوا يوزعهم، يعني لو عندي بلاطه مثلا مربعه ايه ايه في ايه، طبعا انت طبقا للكود المصري هتقول ان الحمل هيبقى 4 مثلثات، كل كاميرا هتشيل مثلث. لكن في فرضيه موجوده في الكود المصري عشان الحمل يتوزع على شكل 4 مثلثات، الفرضيه بتقول ايه؟ ان الكاميرات لا تهبط، نون سينكينج بيمز. يبقى عشان تضمن فعلا ان الاحمال تروح 4 مثلثات يبقى لازم الكاميرات دي ما تتحركش، وده طبعا صعب. وبالتالي يعني في بعض الاحيان كانوا يقولوا لنا ايه، ان عمق البلاطه تحت الكاميرا ما يقلش عن 3 تي اس البلاطه. ليه؟ عشان اضمن ان في ستيفنس، عشان اضمن ان الكاميرا هتشتغل ككاميرا. هي الفكره ايه؟ ان عشان واحد يشيل واحد لازم يكون قوي، عشان واحد يمنع واحد من انه يتحرك لازم يقدر يصده، يقدر يقف ضده، يقدر يحوشه. لكن زي ما بيقولوا مثلا واحد اتسند على حيطه مايله، طب ما هو لو واحد اتسند على حيطه مايله ما هي هتاخده وتتحرك، لا، يبقى هي مش سبورت بالنسبه له. يبقى عشان يبقى في سبورت، شيء يبقى سبورت بالنسبه لشيء، عشان الكاميرا تبقى سبورت بالنسبه للبلاطه لازم يكون لها ستيفنس عالي جدا. وبالتالي عشان الاحمال تتحول ل4 مثلثات يبقى لازم الكاميرات لا تهبط زي ما الكود ايه بيفترض. لكن ده في الحقيقه ممكن ما يحصلش، لان الكاميرات هيحصل فيها لما الكاميرا يروح لها مثلث من الاحمال وهي كمان ليها وزن وعليها طوب يبقى هتهبط. يبقى لازم في الحاله ده هي اعمل بقى علاقه بتقول ايه، الستيفنس ريشيو، بجيب ريشيو للستيفنس، بجيب الستيفنس بتاعت الكاميرا الى الستيفنس بتاعت مين، الى الستيفنس بتاعت الايه، بتاعت البلاط. الريشيو ديت هي اللي هتحكم قد ايه من الحمل هيروح وشكله ايه. فلا، لو الاستيفنس بما لا نهايه، يعني لو الجاما بما لا نهايه، يعني لو الكاميرات بالنسبه للبلاطه ريجيد، يعني لو عندي ريجيد بيمز اذا انا قارنتها بالبلاطه هلاقي ايه، ان الحمل هيبقى 4 مثلثات. هو في الواقع بيطلع كيرفيد، لكن احنا بنقربه لايه، الكود بيقربه لمثلث. لكن في النهايه الاحمال كلها لو البيمز ريجيد هتروح للاربع ايه كاميرات، مفيش حاجه هتروح مباشره للعمود الاول. الاحمال هتبقى 4 مثلثات للاربع كاميرات، وبعد كده ايه الكاميرات هي اللي تدي ايه للاعمده. طب تعالى بقى الايه، ناخد العكس المقابل، الوضع الايه اللي هو المعاكس للوضع ده. انا اول قيمه افترضت ان الريشيو بما لا نهايه، ان الستيفنس بتاعت البيمز بما لا نهايه بالنسبه للبلاطه، فالاحمال يبقى ما فيش هبوط في الكاميرات، يبقى 4 مثلثات. طب لو انا افترضت ان الجاما او الستيفنس ريشيو بزيرو، يعني ايه بزيرو؟ يعني الستيفنس بتاعت البلاطات الكاميرات صفر بالنسبه للبلاطات. يعني ايه؟ يعني ناخد اخر شكل اللي هو ما فيش كاميرات خالص، نو بيمز، يبقى البيمز مش موجوده. اذا ما فيش ستيفنس يبقى اما اقسمها على البلاطه تطلع الجاما بايه، بزيرو. يبقى ما فيش بيمز خالص، يبقى الحمل هيروح لمين؟ مفيش كاميرات، يبقى الحمل هيروح لايه، مباشره للايه، للاعمده، مباشره للاعمده، لان ما عادش فيه كاميرات. يبقى الحمل البلاطه هتتقسم 4 مربعات، كل ربع هيروح لايه، هيروح لايه، كاميرا. طيب الواقع بقى فين؟ ان بتوين،
بين ان الكاميرات تبقى ريجيد ويبقى اربع مثلثات، وبين ان ما يبقاش فيه بيمز خالص والحمل يروح مباشره للبلاطه ويبقى اربع مربعات، كل بلاطه هتشيل ربع مساحه البلاطه. الواقع فين؟ هيبقى ان بتوين، لان جاما لا انا هلاقي جاما بما لا نهايه، ولا هلاقي جاما بايه، ولا هلاقي جاما بصفر زي الحاله اللي هي ما فيش فيها كاميرات. طيب في حاله لو الجاما اصبحت بواحد، لو الجاما اصبحت بواحد، لو الاستيفنس بتاعت البلاطه اصبحت قد الاستيفنس بتاعت الكاميرات، واصبحت الريشيو بواحد، ايه معنى ان الريشيو تبقى بواحد؟ كان بالظبط الكاميرا بقت حته جزء من البلاطه، كانها امتداد للبلاط، لان الاستيفنس واحد. ففي الحاله ديت الحمل ما بيروحش مثلث، ما بيروحش مثلث، ده الحمل بيبقى يونيفورم، الحمل بيوصل للكاميرات يونيفورم لود. طيب لو النسبة قعدت قلت بقى عن الواحد، قعدت تقل تقل تقل، الاقي ان الحمل هيبتدي يقل في المنتصف ويزيد في الاطراف، وبعدين يقعد يقل في المنتصف لغاية ما يبقى مثلث مقلوب. بعد ما كان المثلث قمته في المنتصف، لا ده يبقى المثلث قمته عند العمود والزيرو بتاعه في المنتصف، وبعدين يقعد يقل 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 لغايه ما يوصل ان ما يبقاش فيه كمرات، فلاقي الحمل كله يبقى كانه متركز عند متركز عند الاعمده. الديجرام اللي قدامي ده يمكن بيوضح شكل الكلام اللي فات. لو انا عندي بلاطه على اربع كمرات، والبلاطه مربعه ال في ال، وكان عندي حمل على البلاطه، وعندي الجاما اللي هي الاستيفنس بتاعت الكاميرا على الاستيفنس بتاعت البلاطه، فطبعا لو الجاما كبيره جدا يعني كانت مثلا سايب 40، فلاقي الحمل كانه كانه مثلث على الاسبان بتاع الكاميرا. ولو الجاما بقت بواحد فبلاقي الحمل بيمشي كانه حمل يونيفورم على البلاطه. ولو بدات الجاما تقل الاقي ان الحمل يبدا يقل في النص ويزيد في الاطراف، لان الحمل بقى في الحاله دهيت بيبدا يسيب الكمرات ويبدا يروح لمين، ويبدا يروح للاعمده، لغايه لما اوصل ان الجاما بزيرو، فلاقي الحمل اصبح مركز في الاطراف عند الايه عند إيه؟ الاعمده. وده معناه ايه؟ ان انا لو عندي بلاطه والبلاطه عليها احمال وفي كمرات، لو انا مثلا صممت البلاطه وعلى كمرات بابعاد معينه، وجي واحد نفذ كمرات اقل، هيحصل ايه؟ الكمرات لما هتصغر هتسحب لود اقل، والفرق هيروح للاعمده هيروح للاعمده مباشره. هي دي القصه يعني لو القطاع صغر بتبدا الكاميرا تسحب على قد القطاع بتاعها، والباقي يروح لمين؟ للاعمده. واحنا قلنا لو انا واحد بقى نسي وراح نفذ البلاطه دي مباشره من غير كاميرات خالص، فالاحمال هتروح لايه؟ مش هتلاقي كاميرات مثلا، هتقول انا مش شغاله مش هتنقل، لا هتروح مباشره لايه؟ سكه تانية، هتسلك مسار اخر وتروح للاعمده مباشره. المسألة ديت شبيهة بالمسألة اللي فاتت، بس كان في كمرتين بس بدل أربع كمرات، فنفس القصة. طبعا واضح إن كلما الجاما بتكبر هلاقي الحمل رايح، لأن دي وان واي، فلما الحمل يكبر هيروح مستطيل، فكلما الحمل كلما الجاما بتكبر يعني معناها الكاميرا فيري ريجيد، فالبلاطه هتتقسم اتنين ونص، الحمل مستطيل هيروح للكاميرا، مستطيل هيروح للكاميرا التانية، وبالتالي الحمل كانه يونيفورم. طبعا بيبقى في زياده شويه في الاطراف، لان اكيد العمود بيسحب بيسحب شويه. طبعا كلما ما الجاما تصغر هلاقي الحمل هيبدا الكاميرا مش قادره تشيل، فيبدا البلاطه بدل ما كانت وان واي تتحول وكانها تو واي، ففي جزء هيروح للكاميرا مباشره وفي جزء هيروح للاعمده، وبالتالي واضح ان القيمه في النص بدات تقل عن اليونيفورم وتبدا تزيد ناحيه ناحيه الاعمده. في مساله بسيطه يعني مطلوب منكم ان انتم تعملوها على الكمبيوتر، يعني لو حد عارف برامج زي الساب او الايتابس او السيف مثلا، يحاول يحل المسائل اللي قدامنا. المساله الاولانيه عباره عن بلاطه الاربع كاميرات واربع اعمده، او في كانتليفر من كل النواحي، بس انا مكبر الكانتليفر شويه، فالكانتليفر ضخم شويه اذا انا قارنته بالبلاطه، فطبعا الديفورم تشيب هنا طبعا
هيبقى طبعا ايه، حاول كده ترسم بايدك الديفورمد شيب. لو انت حليت المساله دي بالبرامج هتلاقي في شيء غريب جدا، هتلاقي ان المومنت على الكاميرا مع ان هي سيمبل بيم، مش هيطلع بص، مش هيطلع زي الكاميرات السيمبل كده زيرو في البدايه وزيرو في النهايه وده بيقل تربيع في المنتصف، لا هيطلع عندك في نيجاتيف مومنت وفي نيجاتيف مومنت عالي جدا. ففي واحد مثلا جه يحل المساله فلقى في نيجاتيف مومنت عالي جدا في الاطراف، فقام عمل ريليز للمومنت عند السبورت وعند السبورت، على اساس ايه، هو فاكر ان هو ما عملش ريليز للمومنت، فبالتالي طلع نيجاتيف مومنت نتيجه ان في عمود متصل بالكاميرا فكانه كورنر في فريم، ففي فيكسيشن شويه فتولد نيجاتيف مومنت، فقام عمل ايه ريليز، كانه حط ايه انترنال هنج كده في البدايه وفي النهايه عشان يموت المومنت في البدايه والنهايه، فلقى برضو مازال في نيجاتيف مومنت عالي جدا بس مش عند السبورت، بعد السبورت بايه، بعد السبورت بشويه. طبعا نفكر الديفورمد شيب، لو انت رسمت الديفورمد شيب هتقدر تقول ليه المومنت طلع كده. اذا لو انا عندي سيمبل بيم، امتى المومنت يطلع زيرو في البدايه وزيرو في النهايه ودبليو في ال تربيع على 8، لو الديفورمد شيب برضو كان بنفس الشكل اللي هو عباره عن ايه زيرو وزيرو وقيمه مثلا دلتا وشكله بارابوليك، لكن لو الديفورمد شيب اتغير وما اخدش نفس الشكل بتاع السيمبل بيم يبقى المومنت مش هياخد نفس الشكل بتاع السيمبل بيم. اذا انا برضو ممكن اقول ايه سيمبل بيم اكشن، ما هي ممكن يبقى شكلها سيمبل بيم لكن الديفورميشنز اللي عليها خلت عليها مومنت بوزيتيف ونيجاتيف، يبقى هنا اللي بيحكمني الديفورميشنز مش الشكل. يبقى ممكن اقول برضو بدل ما اقول سيمبل بيم لا اقول سيمبل بيم ايه، سيمبل بيم اكشن. المثال الثاني او المساله الثانيه عاوزكم تحلوها برضو على الكمبيوتر وتشوفوا النتائج وكده، هي عباره عن بلاطه 10 في 10 وفي اربع كاميرات في الاطراف، وبعدين واحد بقى ايه لقى البلاطه ضخمه كده فقال طب ما انا اجي في النص كده واعمل كاميرا مدفونه. كاميرا مدفونه يعني ايه؟ يعني سي ان السمك بتاع البلاطه ديت 30 سنتي مثلا، فهو جه كده خد متر مثلا او متر ونص عرض في وسط البلاطه وقام عامل كانات وقام عامل حديد سفلي وحديد علوي، ان شاء الله يملاها حتى حديد سفلي حديد علوي، لكن ده كله وزن السكنس اللي هو ال 30، ما اتغيرش في السكنس، هو جه كده كانه ايه علم متر كده او متر ونص عرض وحط فيهم كانات وحط حديد علوي وحديد سفلي، وبعد كده قام قاسم البلاطه قال تبقى البلاطه اصبحت بلاطتين، كل بلاطه 5 في 10 تبقى دي 1 واي ودي 1 واي، وحل على هذا الاساس. لا ما ينفعش عشان احط كاميرا في المنتصف والكاميرا ديت تقسم البلاطه بلاطتين يبقى لازم الكاميرا دي كلها ستيفنس. انا كل اللي يهمني هو الديفورمد شيب، هل الديفورمد شيب بعد ما احط او اتخيل ان انا حطيت شويه حديد بشويه كانات مع ثبات السكنس ان الديفورمد شيب هيتحول ان هم يبقوا باكيتين زي ما احنا شايفين تحت خالص كده، ان الديفورمد شيب كان في سبورت في النص ويبقى في باكيه وباكيه ويبقى في كونتينيوتي كده ويبقى في نيجاتيف مومنت في النص، ولا الديفورمد شيب هيظل زي ما هو كانها سيمبل من البدايه للنهايه وبالتالي يبقى اللي انا عملته دوت ما اثرش، ولا شويه الحديد الزياده مع شويه الكنات زودوا الاستيفنس حاجه بسيطه فحصل تغير صغير، فيعني يعني ما زالت كما لو كانت باكيه واحده بس حصل تغير طفيف كده في الديفورميشنز في وسط الباكيه، فده مش معناه ان الباكيه اتقسمت باكيتين، لا عشان الباكيه تتقسم باكيتين لازم الديفورمد شيب زي يكون زي اخر واحد، ان الاقي زيرو في البدايه وزيرو في النص وزيرو في النهايه ويحصل ديفورميشنز في وسط الباكيه الاولانيه وديفورميشنز في وسط الباكيه الثانيه، كده اقول عليها ان هي اتقسمت باكيتين، لكن مش مجرد ان انا اجي كده اتخيل ان انا حطيت شويه كانات وشويه حديد. اي نعم الاستيفنس هتزيد شويه بس مش الشويه اللي هم هيغيروا من الديفورمد شيب، وبالتالي انا ممكن افترض شيء وابني على اساس والاساس ده مش مظبوط والنتائج في الاخر طبعا مش هتطلع مظبوطه. مين اللي هيعرفني الكلام ده؟ ان انا احل المساله دي بالفنات اليمنت، لكن لو انا بحلها مانيوال طبعا افترض براحتك وعيش مع نفسك، وفي النهايه هي هتشتغل على حسب ظروفها، لان اللي يمنع شيء او اللي يشيل شيء لازم يكون اهل انه يقف ويشيل، فالكاميرا اللي في النص دي عشان تبقى سبورت زيها زي اللي في الاطراف لازم يكون لها ستيفنس، والستيفنس طبعا محتاج دبس لان الحديد ما بيزودش الستيفنس بالقيمه اللي انت متخيلها. طبعا مساله ثالثه يعني احنا يمكن خدناها قبل كده، انا بس مطلوب منك ترسم ديفورمد شيب مره في وسط الباكيه ومره فوق الاعمده.